بحضراتكم مشاهدينا في كل مكان وحلقة جديدة من برنامجكم حقق حلمك صح. برنامجنا بيهتم بجميع القضايا اللي تهم المجتمع وبتهم أكبر عدد من الناس. وبنتابع مع حضراتكم أحداث الشارع المصري والأحداث الجارية اليومية من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والدينية والصحية. في كل مرة هيكون معنا نجوم مختلفة بيكلمونا عن فنون مختلفة. واليوم حابين نتكلم عن الضيف بتاعنا النهاردة. هو ضيف موهوب، مش بس عنده موهبة واحدة، عنده مواهب متعددة. كان لامع، حابب يطور من نفسه، اشتغل على نفسه أكتر، وكمان هنتعرف عليه النهاردة. مش بس بيغني، عنده موهبة كمان وهي موهبة العزف على الجيتار، وهو اسمه الفنان أحمد مرسيل. بداية حابين نهني الأمة الإسلامية والعربية بحلول شهر رمضان المبارك. كل عام وحضراتكم بخير، وأعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات. بنرحب بنجمنا الأستاذ أحمد مرسيل، حضرتك منورنا في البرنامج. أهلا بحضرتك. بداية حابين نتعرف بحضرتك. أنا اسمي أحمد عبد المنعم مرسيل، أنا 29 سنة، خريج تجارة إنجليش. والحقيقه يعني موضوع المزيكا عموما كان من كتير قوي، من زمان يعني، يمكن من كنت في اعدادي اعتقد كان بدا القصه دي تحصل يعني. بس هو ده، دي كانت حكايتي، دي بدايه القصه يعني، دي بدايتي مع الموضوع ده. اشتغلت على نفسك بقى من بعد اعدادي وطورت من نفسك اكتر؟ الحقيقه انا رحت الاول، طبعا انا كنت في المدرسه لسه، وكان يعني مدرس المزيكا كان اسمه مستر سمير، الله يمسيه بالخير يعني، كان هو ده يمكن اول واحد سمعني وقال لي ان انت عندك، انت في موهبه، في حاجه تقدر تعملها. يعني نقدر نقول ان المدرس بتاعك استاذ سمير هو اول حد اكتشف موهبتك؟ اول حد، يعني اول حد يمكن هو اللي كان حطني على التراك ده. تمام. ورحت سجلت وقتها في الاف ام، يعني كان ده قصه وقتها يعني، كانت بس الاف ام اللي هي كانت قبل 100.6 يعني. تمام. طيب اول اغنيه غنيتها لمين؟ هي اول اغنيه دي كانت لسيد مكاوي، يعني مع حفظ الالقاب طبعا. سيد مكاوي. تمام. كان هو ده، كان حيوني منه والله اسمها يعني. تحديدا يعني. طيب اول حد سمعك وحابب فيك وقال لك انت لازم تبقى صوتك حلو ولازم تشتغل على نفسك يعني؟ كان الاول يعني، لو اتكلمنا بره طبعا عن المدرسه اللي كنت فيها. تمام. زمان كانت يعني، كانت امي اول حد كانت صدقتني في الاول خالص يعني. تمام. هي دي اللي كانت مصدقاني في القصه دي في الاول خالص. تمام. ممكن تسمعنا حاجه؟ اكيد طبعا، اكيد. طيب اتفضل. اكيد طبعا. طيب طبعا هو في حاجات هقولها يعني، ايه يا رب ان شاء الله تعجبكم. ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. عيون نار، جنة ونار، ضحكة نهار، أجمل رموز شدوني ليك وأنا دبت فيك، وإزاي وليه ما تسألوا، الله عليك وانت واقف بين ايديا، ضحكة عينيك بيها بنسى الدنيا دي. الله عليك وانت واقف بين ايديا، ضحكة عينيك بيها بنسى الدنيا دي. جميل. الله، جميل جدا. الله يخليك. هي الغناء دي موهبه ربانيه من عند ربنا يعني، طبعا واضح جدا، بس كنا عايزين نعرف ايه مثلا اول حاجه يعني، اول اغنيه حبيت يعني تسمع صوتك فيها وحبيت تكمل في الموضوع يعني. لا، هو مش فكره اول اغنيه، ما تحسبش كده يعني، من وجهه نظري طبعا. هو الموضوع بيبقى لازم تكون موهبه، وبعد كده الموهبه بتتكمل بالدراسه، بس طبعا هو الدراسه ما هياش بتبقى كافيه برده. بيبقى الموضوع كله بيعتمد برضو على ال 50% على الموهبه و 50% على ذكاء البني ادم اللي عنده الموهبه دي عموما، ايا كان موهبه دي. هو يقدر يستغلها صح بقى، تعرفي تحطي نفسك في المكان الصح يعني، الاغنيه اللي تقوليها تتصدق منك. بتكلم طبعا ده في الفيلد بتاع المزيكا يعني. تمام. بس بشكل عام لا، كل واحد بيبقى ليه لايق في حته معينه. تمام.
يعني في ناس كتير صوتها حلو بس مش بتبقى ناجحه النجاح اللي هي تستحقه يعني. يعني نقدر نقول ان حضرتك اكتشفت الموهبه دي وبدات تطور من نفسك وتشتغل عليها. رحت كليه تربيه موسيقيه بعد كده دراسات حره. تمام. عشان اقدر انمي فيها يعني. طيب احنا غالبا نستغلك طول الحلقه بقى ف عايزين نسمع من حضرتك حاجه لفنان حديث انت بتحبه يعني وتخلص وتدخل لنا بقى في حاجه قديمه ان شاء الله. فنان حابب ان هو تكون زيه مثلك الاعلى قديم بقى شويه. يعني حاجه قديمه نبدا بيها دلوقتي. تمام اللي عجبك. ماشي. والله هو طبعا يعني لو قديم هنتكلم في عبد الحليم حافظ. طيب. يعني عبد الحليم بالنسبه لي يمكن ده اول واحد سمعته حتى يمكن قبل اي حد كان بيغني دلوقتي. طيب. محتفظ طبعا بالالقاب يعني. طيب نقول ايه؟ طيب يعني ممكن نقول حاجه بسيطه كده صغيره. تمام. بحلم بيك مثلا. ماشي. مثلا يعني من غير حسب. ده من غير اي حاجه بقى. تمام. احنا بقولها واحنا قاعدين يعني. تمام. بحلم بيك انا بحلم بيك وبأشواقي مستنيك وإن ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا عشت ليالي هانية بحلم بيك أنا بحلم بيك. جميل. الله يخليك. كويس جدا. حبيت قبل كده أو أنت شاركت قبل كده في حفلات أو مهرجانات فنية يعني؟ يعني كان في طلعت قبل كده في الندوة يمكن بس الحقيقة يمكن ما كانش في مكان معين لأن هي كانت يعني مش متذكر المكان بالظبط الحقيقة. طيب. لأن الكلام ده كان من فترة كبيرة وطلعت في كان حفلات المدرسة زمان يمكن الموضوع كان معايا يمكن في ثانوية عامة برضو الموضوع بدأ يزيد شوية بقى كانت. طيب. الحفلات بقى بدأ يبقى في ناس بجد وفي ناس بتسمع يعني. مين اكتر حد شجعك من الاهل ولا من الصحاب ولا المدرس اللي حضرتك ذكرت لنا اسمه؟ والله يعني يمكن اكتر حد شجعني اذا كان من اهلي يعني كانت اول حد كان امي وبعد كده يمكن يعني اصحابي طبعا هم اصحابي مقتنعين بيا الحقيقه يعني الناس اللي بقعد معاها عموما بتقتنع بيا بس كلها بيبقى عنده وجهه نظر في ناس بيبقى عندها وجهه نظر عادي يعني. تمام. نسمع حاجه حديثه بقى لفنان حديث. طيب ماشي اوكي. تمام. نقول مثلا ايه يعني بعيش على ذكرى كتمة بينا من سنين وبنادي بأعلى صوت لي انت فين حبيبي ارجع انا بناديك وبخاف يتعذب قلبي اكتر من كده وعيش عمري اللي جاي بالشكل ده حبيبي ارجع انا بناديك بتغيب وانت اللي على بالي وان كنت مش غالي يبقى مفيش لي وتسيب يا حبيبي جوايا اشواقي وهوايا وتروح لناس تاني بتغيب وانت اللي على بالي وان كنت مش غالي يبقى مفيش قليل وتسيب يا حبيبي جوايا اشواقي وهوايا وتروح لناس تاني ترارا لا 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 ترارا لا 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 هايل جدا ما شاء الله. احنا مضطرين نروح لناس تانيين وبعد اذن حضراتكم السادة المشاهدين نطلع فاصل واستنونا بعد الفاصل. معاكم كابتن غزل من بيور جيم. تمام. احنا عاملين مسابقه في شهر رمضان
المسابقه دي مدتها 30 يوم. المسابقه دي لاكتر 3 بنات هيخسوا في الشهر ده ليهم جوائز مقدمه من بيور جيم. معاكم كابتن احمد من بيور جيم، مستنيينكم في شهر رمضان، ما تكسلش وانزل. معاكم كابتن هاني من بيور جيم، مستنيينكم في شهر رمضان. معانا عروض جديده جدا، معانا كباتن ذو خبره، مستنيينكم في شهر رمضان، انزلوا معانا في شهر رمضان وان شاء الله باذنك يا رب هنخش العيد بجسم جميل وكل سنه وانتم طيبين. معاكم كابتن غزل من بيور جيم. تمام، احنا عاملين مسابقه في شهر رمضان. المسابقه دي مدتها 30 يوم. المسابقه دي لاكتر 3 بنات هيخسوا في الشهر ده ليهم جوائز مقدمه من بيور جيم. معاكم كابتن احمد من بيور جيم، مستنيينكم في شهر رمضان، ما تكسلش وانزل. معاكم كابتن هاني من بيور جيم، مستنيينكم في شهر رمضان. معانا عروض جديده جدا، ومعانا كباتن ذو خبره، مستنيينكم في شهر رمضان، انزلوا معانا في شهر رمضان وان شاء الله باذنك يا رب هنخش العيد بجسم جميل وكل سنه وانتم طيبين. ورجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل، وبجدد الترحيب بالفنان الاستاذ احمد. فكرت تغني اغاني وطنيه قبل كده؟ يعني اغاني وطنيه؟ يعني غنيت اغاني وطنيه قبل كده. كان مره غنيتها متى اعتقد يعني، وبس خلاص يعني. تمام، ممكن تسمعنا حاجه لمصر بقى؟ طبعا اكيد. كان في اغنيه لعمرو دياب كانت اسمها اللي ضحى لاجل وطن ولاجل ما يعود. جميل. تمام، بس دي هنقولها بقى كده يعني من غير جيتار ولا حاجه. تمام. اللي ضحى لاجل وطن ولاجل ما يعود النهار، واللي كان له اسم مصر كان له طاقه الانتصار، اللي حلمه حلمنا واللي فرحه فرحنا، اللي نهر النيل بيجري جوا دمه ودمنا، يبقى واحد مننا، ايوه واحد مننا. مصر ايه غير الأصالة والقلوب الطيبين؟ مصر ايد تبني بولادها حلم بكرة والسنين، واللي يرفع اسمها يبقى أغلى عندنا من حياتنا نفسها، يبقى واحد مننا، ايوه واحد مننا. الله، جميل جدا. الله يخليك. طبعا احنا عارفين ان احنا داخلين على شهر رمضان، كل سنه وحضرتك بخير. فكرت تغني حاجه لشهر رمضان قبل كده؟ والله الحقيقه يعني انا يمكن ما عملتش يعني او ما غنيتش حاجه دينيه لسه الحقيقه. تمام. ما روحتش الناحيه دي لسه يعني بحاول اشوف الحاجات اللي اكتر ممكن تكون لايقه عليا. يعني مش اي حاجه موجوده اصلا ولا؟ والله لا يعني انا يمكن ما فكرتش في الاتجاه ده لسه يعني. تمام. مش كل حاجه سمعتها للاسف كانت لايقه تطلع مني يعني تتصدق يعني. طلع قصدي يعني. هل بتلاقي نفسك في الغنى ولا عندك مواهب تانية؟ لا الحقيقه يعني هو الغنى بس يعني. خلاص مفيش غير الغنى يعني. يعني وهو بصراحه هي موهبه جميله جدا، وحضرتك صوتك جميل. الله يخليك. واضح ان انت اغانيك ولونك في الموسيقى اللي هو الطربي قوي. انت بتفضل حاجه نوع من الموسيقى يعني غير الطرب؟ بتفضل حاجه تانية كلاسيك رومانسي؟ ما هو ده الكلاسيك والرومانسي والطرب، هو ده يمكن حته واحده يعني، ده مكان واحد. بيبقى في الوان بقى اللي هو الشعبي ودي الوان تانية مختلفه يعني. طب انت بتلاقي نفسك فين يعني؟ بتلاقي نفسك في الشعبي؟ هو في الحته دي بس، في الطربي. ده اللي انا شايفه يعني، هو اللي بيغني بيقول ده. باحترامي طبعا لكل الالوان الموجوده، لكن في حاجات ما بتبقاش محتاجه موهبه يعني. يعني الشعبي مش كله بيبقى محتاج موهبه، محتاج اداء اكتر من اي حاجه ثانيه. جميل. اتكلمنا عن الغنى كتير. حابين ننقل بقى على الجيتار. اول مره عزفت فيها جيتار كانت امتى؟
دي كانت اولى ثانوي. يعني انا اولى ثانوي كنت بروح كليه رموز على فكره من ثانويه عامه، كنت في مدرسه يعني، ورحت اتعلمت هناك شويه. بس الحقيقه يمكن كانت ظروف بقى الكليه بعد كده مشاغل الحياه عموما يعني. لا كان غصب عني، بس ما قدرتش اكمل قوي في مع الكليه الموسيقيه يعني، المواعيد بس ما ظبطتش شويه. تمام. ولكن مكمل لسه زي ما انا في ال طيب يعني انت اتعلمت الجيتار فين، او مين اول حد شدك يعني، اول فنان سمعته كده قلت لازم ابقى زيه يعني؟ بصي، هو انا من اول ما طلعت بدات في موضوع المزيكا، اول حاجه سمعتها كان عبد الحليم حافظ، وبعد كده كان طبعا ده يعني اذا كان بقى عمرو دياب ولا تامر حسني. تمام. كان الكلام اللي هو الناس اللي موجودين دلوقتي، طبعا محتفظ الالقاب يعني، ولكن هو الناس اللي موجودين دلوقتي يعني. طيب انت شايف مين اول واحد يعني اتدربت عليه وحاسس ان هو حببك في الموضوع الجيتار وحابب انت تشتغل فيه وقال لك انت صوتك حلو لازم تستمر فيه؟ ده كان اللي قال لي على الجيتار. معلش تاني كده السؤال عشان يعني مين اول واحد ادربك على الجيتار، ومين اول واحد يعني حببك في موضوع اللي انت تعزف على الجيتار وكده يعني؟ لا هو ما فيش حد يمكن حببني فيه يعني، انا كان لازم، انا لقيت اتجاهاتك راحه لوحدها على الجيتار. انا كان لازم، هو اي حد كان بيتكلم معاه بيقول لي انت كويس، ولكن هو انت لازم يعني محتاج تدريب ومحتاج طبعا اكيد. تمام. ده منطقي جدا يعني، بس فمحدش يمكن محدش معين حببني في الآلة اللي انا اخترتها يعني. هو انت اتجهت لي وبقيت تشتغل على نفسك اكتر كنت حاسس ان دي اكتر حاجه مناسبه، لان انا لو حبيت اغني حاجه هتتسمع بالجيتار اكتر، لان اليوم الوقت ده الجيتار فيه شغال اكتر من الادوات الحاجات الشرقيه يعني. تمام. في اغاني معينه لعبتها على الجيتار مثلا؟ ما انا لعبت حاجات كتير، يعني في حاجات كتير بلعبها على الجيتار. زي يعني لا في حاجات كتير يعني. في كذا حاجه يعني. تمام. في معقول، في عمرو دياب، في يعني في كذا حاجه. تمام. تامر حسني. طيب ممكن نسمع حاجه؟ لا اكيد طبعا. اتفضل. اكيد طبعا. اسمعوا ايه طبعا اللي انت حابب تسمعه هنا يعني. طيب وادي حالي معاك، هموت عشان انساك، حاولت ياما اقول لقلبي فيا يستناك. وادي حالي معاك، شايفك هنا وهناك، في كل حته سايب لي ذكرى عشتها وياك. وادي حالي معاك، هموت عشان انساك، حاولت ياما اقول لقلبي كفاية يستناك. وادي حالي معاك، شايفك هنا وهناك، في كل حتة سايب لي ذكرى عشتها وياك. بدل ما تاخد فرصة مني خدت قلبي، ويريت بتفهم ان ده من حبي ليك، بس انت فاكر اني طول بالي ضع، بكره هتعرف لما ضيع انا من ايديك. ايام بتفوت بعدك ببطء بموت، على طول وحشني ولي سايبني ومش سامع لك صوت، في جراح وعذاب حتى الامل كداب، كل ما بقفل باب حبيبي ذكرى تفتح باب. ايام بتفوت بعدك ببطء بموت، على طول وحشني ولي سايبني ومش سامع لك صوت، في جراح وعذاب حتى الامل كداب، كل ما بقفل باب حبيبي ذكرى تفتح باب. الله جميل جدا. ما فكرتش تشارك في عمل فني او تعمل اوبريت جماعي وطني يعني؟ والله في كلام على حاجات زي كده دلوقتي، بس لسه ما رتبناش المواعيد دي تبقى امتى ان شاء الله،
بس يعني هو ده عن قريب باذن الله يا رب يا مسهل وهنكون اول ناس نسمعها ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. طيب بالنسبه للفيديو كليب والكفرات شاركت في حاجه زي كده ولا لا؟ هو الفيديو كليب الحقيقه انا ما عملتش يعني مش مقتنع بفكره ان الواحد يبدا بفيديو كليب الاول يعني. تمام. الكفر عملت كفرز عملت اللي بغنيتها دي على فكره بعيش دي عملتها كفر رينج من تاني خالص وهي نوع انواع يعني هي معموله سلو على بيانو بس في اغنيه برضو كانت معموله انا عاده انا الحاجات اللي انا بحسها عملتها يعني كان في اغنيه برضو اسمها الدنيا دي بنت لذينه دي تامر حسني برضو دي معموله كفر متغيره تماما يعني ممكن نسمع منها كوبليه كده ممكن يعني عادي ممكن من غير جيتار يعني الدنيا دي بنت لذينه عماله بتخبط فيه وفي ايه هنعمله بايدينا طب نعمل ايه انسان حلمت بكره معاه ورتبت نفسك كده وياه وفي لحظه بقى مش من حقك تسال عليه يعني حاجه كده يعني جميل جدا جميل جدا من ربنا يعني يحميك يعني حابب تبقى فين بعدين او انت شايف فين بعدين يعني شايف نفسك فين؟ طيب انا اقول على حاجه انا شايف نفسي ان شاء الله قدام باذن الله من اكبر مطربين الوطن العربي ان شاء الله صدق نفسك هتكون ما عشان كده بقول كده ان شاء الله عايزينك توجه لنا رساله شكر لاي حد دعمك مامتك المدرس بتاعك اي حد الحقيقه يمكن امي يعني بشكل يعني خاص شويه يعني يمكن اكتر هي يمكن اول حد وقف جنبي او يمكن اول حد هو اللي خلاني اصدق ان انا ممكن اعمل حاجه في يوم من الايام وعشان كده انا قاعد معاكم النهارده ان شاء الله ويعني اي حد والله انا بشكر اي حد حتى لو حد كان بيعلق عليا بيقول كومنت في حاجه معينه فانا بشوف ان الكلام ده كويس يعني انا بشكر كل الناس عموما حتى اللي بينتقدني اللي بيقول ان هو يعني لسه شويه او في ايا كان تمام. انا بشوف ان ده حاجه بحسن بيها نفسي اكتر طيب تقول ايه لكل الشباب اللي طالع بقى والله انا عايز اقول حاجه انا عايز اقول ان كل حد عنده حاجه يسعى لتحقيقها عنده حلم في حاجه معينه يسعى لتحقيقها والصبر ده اهم حاجه في الموضوع كله يعني اهم حاجه بس طيب تنصحنا بقى ان الشاب يكتشف موهبته او من هو طفل يعني يكتشف موهبته ويروح للمكان الصح اللي يقدر يستغل موهبته دي ويشتغل على نفسه اكتر في الاول هيلاقي شويه صعوبات شويه مشاكل بس بعد كده ان شاء الله هيوصل يعني كل الناس دي بدات كده كل الناس الكبار بداوا كده ما حدش كان بيسمعهم في الاول اكيد يعني من عمرو دياب لتامر حسني لعبد الحليم حافظ لكل الناس دي كل الناس اللي سابت علامات حقيقيه موجوده في المجتمع دلوقتي وطبعا غيرهم كتير يعني بس الناس دي ما كانتش الدنيا كانت سهله معاهم في الاول جميل وكل واحد بدا صغير وبيكبر يعني اكيد بالظبط كده احنا استمتعنا مع حضرتك جدا وكان لقاء شيق وان شاء الله نتمنى نشوفك في احسن الاماكن وان اغانيك كده تبقى مكسره الدنيا ان شاء الله والى هنا مشاهدينا نكون وصلنا لنهايه حلقتنا واستنونا الحلقه الجايه ان شاء الله الاسبوع الجاي في نفس الميعاد والى اللقاء